بسم الله الرحمن الرحيم. متواصلين مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في انطلاقة هذا اليوم وعاشر اشواطي هذا الصباح، كما نذكر بصاحبة التوقيت الافضل هي راهية، صاحبة اول اشواط المهجنات وصاحبة الشوط الثاني في صباح هذا اليوم للسيد خميس بن محمد خصيبة الظاهري. قدم المبتكر راهية ب 12 دقيقة 42 ثانية 9 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. اذا مشاهدين الاعزاء اذكر ايضا بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة بحول وزمول اصحاب السمو الشيوخ بمشيئة الله وتوفيقه، سوف تكون في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. مسير مباشرة الى المقدمة والصدارة والمركز الاول، هناك لطامة سعيد بن منانة بن غدير من يقدم ايضا واحدة من الاسماء القوية التي سجلت الكثير من الفوز والانتصارات. المركز الثاني خوفة لسيد محمد بن مظفر بن محمد العامري من يصل في ثاني المراكز. انتقل مباشرة هناك الى المركز الثالث، واجد في هذه اللحظات القادمة غلا لسيب سعيد بن سيب بن معضد المشغوني، قدم غلا في هذا الشوط وانطلق من خلال تواجد هذا الشعار. هنا ايضا دخول رائع واسم عملاق وخطير، وايضا وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري قدم هذا الاسم ووضوح ايضا واضحة بكل اداء رائع وجميل. وهناك ايضا الدخول على المركز الخامس، وصلت في هذه اللحظات اللي هي ابعاد عمر بن راشد بن سبت الخييلي، قدم ابعاد على المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس من خلال الشعار شعار بن طحنون مع جلموده فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري يصل في هذه اللحظات، بينما هنا ايضا دخول رائع وجميل على المركز السابع في هذه اللحظات، وصلت اللي هي الظبي علي بن فري بن علي بن حموده الظاهري من قدم لنا بينونه في يوم الامس ايضا، وسجلت التوقيت الافضل وسجلت اول اشواط الثنايا وبدايه السنه الميلاديه 2014 كان هو الاسم الاول في عاصمه الميادين. اذا يتواصل بن حموده مقدما للظبي بالشعار الاقتصادي الذي دائما يعشق المشاركه في الكبار، وياتي ايضا بالنوعيات الرائعه والفاخره من خلال الدعم المتواصل من سعاده فري بن علي بن حمود الظاهري. مشكور يا ابو مروان على الدعم المتواصل في رياضه سباقات الهجن العربيه الاصيله. نتواصل ايضا مع الاسم القادم، وايضا هناك هجر عبيد بن سعيد بن منانه الاكتبي من يتواجد ويقدم هجر المهاجره والباحثه عن بر الناموس مع المركز الثامن. نقلتنا الى المركز التاسع، الوصول من ارجوان علي بن سعيد بن تريس الظاهري من يقدم ارجوان في هذا الشوط. والمركز العاشر تدخلات في هذه اللحظات من الذيبه سلمان بن صالح بن حمد المغيري وصل في هذه اللحظات. هذه هي نتيجتنا للعشر المراكز الاولى المتقدمه، ولكن لنا العوده الى الصداره الى مقدمه هذا الشوط والى المركز الاول. ثنائيه رائعه في الصداره وانطلاقه جميله ايضا، ولكن بقياده لطامه. لطامه على الصداره، سعيد بن منانه بن غدير من يتواجد مع لطامه كما عودتنا دائما، هناك لطامه موقع عقد مع ايضا الزاويه اليمنى بانطلاقاتها الرائعه والجميله. غيرت خوفه هناك محمد بن ظفر بن محمد العامري، وانتقلت في هذه اللحظات مع مقدمه الشوط ما بينها وبين لطامه، ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. هناك دخول ايضا من خلال تواجد هذه اللحظات، الدخول الرائع والجميل من خلال تواجد غلا سيب سعيد بن سيب بن معضد
المشغوني اللي وصلت في المركز الثالث. المركز الرابع هناك وضوح وصل شعار ايضا رائع وجميل ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. هنا دخول ايضا ابعاد انتو ولا قريبين يا بن سبت، يقول بن سبت احنا قريبين هناك مع الفايف ستار. نتواجد هناك عمر مع المركز الخامس من خلال تواجد عمر بن راشد بن سبت الخيالي، قدم ابعاد. ولكن هنا ارجوان علي بن سعيد بن تريس الظاهري تاتي هنا مع ايضا المركز السادس والمركز السابع. وصل بن طحنون، وصل بن طحنون في هذه اللحظات ليقدم جلمودة فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري. ايضا هنا دخول من شعار بن منانة من خلال تواجد ايضا هجر عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي، وتدخلت من الجانب الاخر الضبي هناك علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري. دخول رائع وجميل من شديدة احمد بن عبيد بن غنام المزروعي. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الاولى. بدأنا نقترب من جسر العبور، اول العابرات هناك ايضا اللي هي لطامة وايضا خوفة في مقدمة هذا الشوط، تعزفان سمفونية ناموس ايضا عشقا وطربا لهذا الفوز والانتصار. هناك لطامة على صدارة، لطامة على المركز الاول، سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي من يتواجد، وبينما خوفة في المركز الثاني بشعار العملاق العناوي محمد بن ظفر بن محمد العامري من يتواجد في المركز هناك الثاني. تحركات من وضوح ايضا الاسماء القوية، وترقب هناك ال 500 متر الاخيرة هو الموعد مع بن يزرب ايضا والاندفاع وتقديم العرض الرائع والجميل من خلال التواجد هذه النوعيات الرائعة. اهالي الطوية هناك ايضا يستاهلون التحية بمدينة الخضرة والجمال. كما عودنا هذا الشعار حمل الكثير من الاسماء، حمل ايضا شعار دمعة في سن الثنايا واحدة من اساطير ايضا بن يزرب يتواجد ليقدم هذا ايضا الاسم الرائع. بينما هنا وصلت ابعاد عمر بن راشد بن سبت الخيالي يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس غلا بدل مشغوني القادم بانطلاقه غلا من سويحان. سيف بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوني ياتي على المركز الخامس، بينما نقلتنا الى المركز السادس اللي اجد في المركز السادس هناك مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام وصلت شديده في هذه اللحظات، شديده لاحمد بن عبيد بن غنام المزروعي، بدا يغير من مركز الى اخر. ارجوان تدخلت لعلي بن سعيد بن تريس الظاهري، هناك تدخلات ايضا من الاسم القادم والمنطلق اللي هي جلموده فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري، بينما دخول ايضا من خلال هجر عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي. وصل المغيري يقدم الذيبة سلمان بن صالح بن حمد المغيري في هذه اللحظات. دخول من الظبي هناك ايضا علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة، وهناك ايضا الاسم القادم والمنطلق اللي هي السلطنة للسيد سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. نعود الى المقدمة، نعود الى لطامة ما زالت ايضا تغرد في سرب المركز الاول وانطلاقها هناك الرائع والجميل. اذا لطامة في الصدارة في المركز الاول، هناك يتواجد سعيد بن منانة بن غدير، دخول رائع وجميل من خوفة محمد بن مظفر بن محمد العامري. بينما المركز الثالث وصلت وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. ركز يا ابو علي، ركز تركيز رائع وجميل. وايضا المركز الرابع وصلت ابعاد عمر بن راشد بن سبت الخيالي، غلا قادمة على المركز الخامس. سيف بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوني وصل في هذه اللحظات، ولكن بن طحنون ايضا قدم هذا الاسم الرائع والجميل من خلال تواجد هذا الشعار شديدة من الجانب الاخر. تدخلات ايضا من شديدة احمد بن عبيد بن غنام المزروعي، دخول رائع وجميل من شعار المغيري، قدم الذيبة بالفعل سلمان بن صالح بن حمد المغيري. ولكن هناك ايضا بن منانة قدم هجر عبيد بن سعيد بن منانة لينطلق مع هجر، وايضا الضبي من الجانب الاخر. هناك علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري. هذه هي النتيجة، لنا العودة الى الصدارة والى لطامة. بدأنا ايضا بتدشين الكيلو متر الاخير لتكون الصدارة مع لطامة والمركز الاول. ما شاء الله،
الله 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 الله، بدأت الأسماء وبدأ الوضوح، بدأ الوضوح من خلال تواجد وضوح في المركز الثالث كما عودتنا أيضا دائما وأبدا. ولطامة أيضا لها سجل حافل، سجلت من الإنجازات الكثير والكثير، تتواجد في الصدارة في المركز الأول. سعيد بن منانة بن غدير الكتبي من يتواجد، تحركات من وضوح في المركز الثاني. يتواجد ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، تحركت أيضا خوفه في هذه اللحظات. محمد بن مظفر بن محمد العامري، ولكن لنا عودة إلى لطامة. لطامة على المركز الأول، لطامة على الصدارة على الانتقال الأول، تحركات من خوفة على المركز الثاني. محمد بن مظفر بن محمد العامري بدأ أيضا بالاقتراب من لطامة، هناك دخول من وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، عود إلى الصدارة. لطامة على المركز الأول، لطامة على الانتقال الأول، ما زال هناك أيضا بن منانة متمسك في المركز الأول منذ الانطلاق من خلال تواجد لطامة كما عودتنا دائما وأبدا بالفوز والانتقال. إذا هناك تركيز رائع من خميس على هذا الأداء الرائع والجميل. إذا لطامة تهدي السيد سعيد بن منانة بن غدير الكتبي هذا الفوز والانتصار. بقول سلام يا زعبيل، سلام على هذا الانتقال. إذا لطامة تهانينا والناموس ولحظات الوصول مع خط النهاية، بينما الدخول أيضا من خوفه في المركز الثاني. محمد ظفر بن محمد العامري المركز الثالث، الشقرة ناصر بن وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري المركز الرابع، أبعاد عمر بن راهي بسبت الخيلي المركز الخامس. كان دخول رائع وجميل من جلمودة فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري. تهانينا والناموس لكل الفائزين. هكذا اذا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، لنا العودة بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة هنا من خلال تواجد هذه الأسماء اللي تعلن. هناك لطامة سعيد بن منانة بن غدير الكتبي قطعت مسافة السباق. اثناشر دقيقة 57 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لسعيد بن منانة بن غدير على هذا الفوز، فوز لطامة. المركز الثاني كانت هناك خوفة محمد بن مظفر بن محمد العامري وقطعت المسافة. 12 دقيقة 57 ثانية، خمس اجزاء من الثانية. تهانينا لابو مظفر محمد بن مظفر بن محمد العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث 12 دقيقة 59 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، تهانينا والناموس للجميع.